أهلا بيكم في مجلة الحياة. وقعت في حبه من أول نظرة، وكانت بتقف وراه في كل مكان وبتخليه يوصلها كل يوم بعربيته، وهو كان دون جوان عصره. ففضلت تطارده لمدة كبيرة علشان يوافق يتزوج منها، وكتير من الممثلين نصحوها إنها تبعد عنه لأنه مش بيفكر في الزواج. هما الثنائي الجميل دلال عبد العزيز وسمير غانم. هنستعرض معاكم تفاصيل عن قصة زواج دلال عبد العزيز من سمير غانم رغم رفضه. تابعوا معانا. تعتبر قصة زواجهم من أكثر الثنائيات صمودًا في الوسط الفني، فمن أكتر من 39 سنة بدأت قصة حبهم الجميلة، لكن تفاصيلها كانت غريبة. فأول مرة سمير غانم يشوف دلال كانت لما رشحها ليه صديقه جورج سيدهم لمشاركته في مسرحية أهلاً يا دكتور سنة 1981. فبمجرد لما شافت دلال سمير وقعت في غرامه على طول، وهو كان في الوقت ده دون جوان عصره زمانه، وكان بيخرج معاها بعد العرض المسرحي وبيشتري لها فل، لكنه كان رافض فكرة الزواج. وفضلت دلال تطلب منه الزواج لفترة كبيرة، وكتير من النجوم الكبار رهنوها انها مش هتقدر تقنعه، وكان من بينهم عبد المنعم مدبولي ومحمد مرسي وغيرهم. لكن دلال اصرت على الزواج منه واستمرت في مطاردته لمده 4 سنوات لحد ما وافق. وعلى الرغم من انه اكبر منها ب 23 سنه، الا انها كانت وما زالت بتعشقه بجنون، حتى انها فتره من حياتها اضطرت انها تتعامل مع معجباته بقسوه خوفا من انهم يخطفوه منها، وده لانه قام بخيانتها اكتر من مره فتره الخطوبه، ولكنه اتغير تماما بعد الزواج. وبعد زواجهم انجبوا بنتين وهما دنيا وامل، اللي اصبحوا نجمتين كبار زي سمير ودلال. فتزوجت دنيا من الاعلامي رامي رضوان، وانجبوا بنت سنه 2014 اسمها كايلا. وامل الشهيره بايمي تزوجت من الفنان حسن الرداد. اما عن علاقه دلال برامي وحسن، قالت عنهم انهم بيحبوها جدا، وانها معوده بناتها من صغرهم انهم ما ينفعش يطلعوا مشاكلهم العائليه لاي شخص ويحلوا المشاكل بينهم. الجدير بالذكر ان سمير غانم في بدايه حياته كان متزوج من فتاه صوماليه، وكانت معجبه بيه وبتحضر كل مسرحياته، ووالدته بتحبها جدا، الا انه قرر الانفصال عنها بعد شهور من زواجهم بسبب اختلاف الطباع والثقافات والعادات بينهم. وزيجته التانيه كانت لمده اسبوع واحد فقط من احدى صديقاته بسبب رهان. ومؤخرا انتشرت اخبار عن تعرض النجم الكبير سمير غانم اصابته بفيروس كورونا، لكن نفت دلال عبد العزيز الخبر واكدت انها شائعه سخيفه، وان زوجها بحاله صحيه جيده، وكان بيعمل الفحوصات الدوريه اللي تعود عليها علشان يطمن على صحته مش علشان يكشف عن مرض بعينه. يذكر ان الفنانة دلال عبد العزيز اتولدت يوم 17 يناير سنة 1960 وعمرها حاليا 61 سنة، وتخرجت من كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ودخلت عالم التمثيل عن طريق المخرج الراحل نور الدمرداش. وقدمت في التلفزيون مجموعة مميزة من المسلسلات، منها سابع جار، فالنتينو، ارض النفاق، وحق ميت. وبرعت في السينما وشاركت في عدد من الأفلام منهم لا تراجع ولا استسلام وآسف على الإزعاج. بكده يكون فيديو النهاردة انتهى. شاركونا برأيكم في التعليقات واكتبولنا أكتر عمل بتحبوه للفنانة دلال عبد العزيز، واستنونا فيديو جديد مع مجلة الحياة.